إنها المختارة مجدداً، ولولا بعض الشخصيات التي تبدلت لكان مشهداً مطابقاً لما حدث في عام 2001 مع مصالحة أهل الجبل واليوم الذي وصف بالتاريخي. اليوم ومع استحقاقات كبيرة تنتظر البلاد، استطاع النائب وليد جملاط أن يجمع بإدارته الحلفاء والأضداد في السياسة، ومن هنا لم تكن عبثية كلمة رئيس الجمهورية ميشيل سليمان الذي وصف فيها رئيس جبهة النضال الوطني ببيضة القبان. كلمة سليمان لم تقتصر على ذلك، بل تعدتها لتأتي مكملة للمواقف التي سبق أن اتخذها. دار المختارة اللي أنبتت الشهيد كمال جملاط، السياسي والفيلسوف والأديب، واللي أيضا أنبتت الأستاذ وليد بيك جملاط. أقل ما يقال فيه بيضة الإبان. أيضا وقف وليد جملاط إلى جانبي في الأزمات الكبرى، وقف عندما اشترك الجيش في حرب تموز، وعندما قدت شخصيا 15,000 جندي إلى الجنوب بعد 36 سنة من فراغ الجنوب من الدولة اللبنانية ومن الجيش اللبناني. وهنا كان الفضل للجميع بمحاربة العدو، وعلى رأسهم المقاومة المدعومة من الجيش وطبعا من كل الشعب اللبناني، والتعاون مع الزعامات الأساسية، تعاون مع البطرك رئيس الجمهورية والبطريرك، لازم دائما يتوائموا بسبيل خير لبنان ومجد لبنان. نحن فعلنا ذلك، ووثيقة مذكرة بكركي كانت تأييد لما قام به رئيس الجمهورية بالتعاون مع الزعماء، تأييد لإعلام بعبدة، تأييد لاستراتيجية دفاعية، تأييد لحصر السلاح بيد السلطة، تأكيد وتأييد لكل ما قامت به بعبدة أو رئيس الجمهورية بالتعاون مع السلطات الدستورية وبالتعاون مع هيئة الحوار، أيضا مع كافة الزعامات اللبنانية بدون تفرقة، وطبعا رأس المؤسسات رئيس الجمهورية أيضا مطلوب منه التعاون مع اللي بيساعد على الدفاع عن لبنان، وأعني هنا المقاومة والسيد حسن نصر الله. والحمد لله قد تمت مصالحة بريح اليوم. بالنهاية برجع بكرر شكري، بدي أقول لكم شغلة، بيت الدين والمختارة بيضتين، هول حكيت عنه. جملاط بدوره اكتفى بكلمة ترحيبية حملت دلالات واضحة ومكملة في آن لمواقفه السابقة برئاسة الجمهورية، لا سيما تلك التي أعقبت آخر طويلة حوار. الرئيس ميشيل سليمان كان من رجال الرجال، معه كنا في سفينة هوجاء، لكنه قاد السفينة عبر صعاب جمة، واستطاع أن يوصل البلاد إلى بر الأمان. المختارة ستبقى وفية لكم يا فخامة الرئيس، وأعتز بصداقتكم الشخصية، ومعكم أهل الجبل، جميع أهل الجبل دون استثناء، نعم من خدماتكم ومن عطاءاتكم، أهلا وسهلا بكم في المختارة. على الرغم من كثرة الحضور الديني والسياسي، إلا أن أكثر ما كان لافتا وجود الوزيرين جبران باسيل والياس بوصعب في دارة المختارة، ممثلين لرئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون. وبعد اللقاء الشعبي والرسمي انتقل الحضور إلى مأدبة الغداء التي أقيمت تكريما للضيفين الرئيس سليمان والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي. وعلى هامش الغداء كانت حوارات ثنائية طبقها الرئيس الاستحقاق الرئاسي. وفي ختام يوم المختارة أبى البطريرك الراعي أن يغادر قبل أن يبارك الدار وأصحابها. في ختام العهد استقبلت المختارة رئيسا مودعا بانتظار أن ترحب بالخلف، ولتحقيق ذلك تسعى هذه الدار مع حلفائها لأن لا يكون الضيف المقبل متعارضا وتوجهاتها. وبعد استراحة قصيرة في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في بيت الدين، توجه الرئيس سليمان والنائب جملاط والبطريرك الراعي إلى بلدة دير القمر، حيث تم وضع حجر الأساس للمستشفى الحكومي.
سليمان شدد على حماية الثوابت مع جملات ومساعدة الرئيس الجديد على متابعة تطبيق إعلان بعبدة وتسليح الجيش حتى يتمكن وحده من حماية الوطن وثرواته، مشيرا إلى أن قائد الجيش جون قهوجي توجه إلى المملكة العربية السعودية لتوقيع العقد لتسليح الجيش. باسل العريضي، قناة الجديد.